قولة حق يراد بها باطل. هكذا وصف الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قول الخوارج لا حكم إلا لله، رافعين المصاحف فوق سنة الرماح، ليكون أول من رد على فكرة الحاكمية. يراد من ترداد كلمة الحاكمية على ألسنة الجماعات والتنظيمات المتشددة في وقتنا الحالي محاولة عزل الشعوب عن حق الحكم الدستوري والثقافة المدنية والعمل بالرقابة الشعبية ومساءلة من بيدهم القرار، ثم إعطاء كل هذه الحقوق إلى جماعة من الناس أو حفنة من البشر، وفرض عصمة على الحاكم إن كان منهم. قد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فيظلم ويستبد كيفما شاء، الله شديد، ويقتل باسم الله تعالى. هل يعرف الإسلام فكرة الحق الإلهي للملوك؟ فكرة الحق الإلهي للملوك هي فكرة غربية، فكرة لا علاقة لها بالإسلام، لأن السلطة في الإسلام أخلاقية ومسؤولة وفق النص القرآني. هذه واحدة من أخطر الأفكار التي خرجت بها جماعات الإسلام السياسي، وهي توضح الهدف الأساسي لهذه الجماعات الذي هو الحكم، ولكن التعبير بمصطلح الحاكمية هو يستحضر ويستجلب كثير من تاريخ الخوارج، فرقة الخوارج في التاريخ الإسلامي. صحيح، يعني أن لفظ الحكم ورد في القرآن الكريم في نحو 100 موضوع، وهذه المواضيع تعبر في جملتها عن التقاضي والفصل بالحق والعدل، وليس تولي الإدارة السياسية. ومع هذا وظفته الجماعات والتنظيمات طالبة السلطة والثروة، وفي مطلعها جماعة الإخوان الإرهابية. الإسلام بنيت فيه السلطة على رافدين أساسيين. الرافد الأول رافد له صلة بالمعايير والأحكام الشرعية، وهذا أصله سماوي، مصدر القرآن والسنة. الأصل الثاني هو الاتفاق والتعاقد الطوعي الضمني بين الناس، وهو ما يمكن أن نطلق عليه بالمصطلحات المعاصرة التعاقد المدني بين أطراف تملك حق هذا التعاقد. جيل القرن العشرين تأثر بالترجمات الأوروبية، ومن ضمنها خدوا مصطلح الحاكمية اللي خدوا أبو الأعلى المودودي في الأول، وبعد كده خدوا سيد قطب اللي هو إعادة الحاكمية مرة أخرى لله. يعني هو قالوا الحاكمية للبشر أو للأمة إذا كانت للشعب في النظام الأوروبي، هو بيحب يعيد مرة أخرى فكرة إن الحاكمية أو إن حق التشريع لله سبحانه وتعالى. وطبعا حسن البنا لم يخرج عن هذا الكلام، هو قاله قبل سيد قطب، لأنه هو قال اعتبر الإسلام دين شمولي، وأنه دين ودولة، مصحف وسيف، عبادة وعقيدة، وقال إن في اقتصاد إسلامي وفي اجتماع إسلامي، واتكلم عن مصطلح الشمولية وأنه يشمل كل شؤون الحياة. وثيقة المدينة نفسها التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم لتأسيس دولة المدينة لم يكن بها أي بعد يتصل بحق له مصدره الوحي السماوي في أن يحكم المدينة المنورة، كان تحالفا بين مختلفين في الديانة وفي التوجهات حتى القبلية وفي التكوينات الاجتماعية. وهذا الأمر أخذ مفاوضات استمرت لفترة ليست بالقصيرة، ما يؤكد أنه لا يوجد حق إلهي في قضية الحكم في الإسلام، ولو كان الأمر كذلك لما احتاج إلى مفاوضات لا مع اليهود ولا مع غير اليهود في المدينة المنورة. والملك ليس وكيل الله في الأرض كما عرفت أمم أخرى، الملك أو السلطان أو الأمير، إنما هو منتخب أو مختار أو تمت مبايعته من الرعي، وبالتالي قضية الحق الإلهي للملوك لا علاقة لها بالفكر الإسلامي. بعض المفسرين يقولون، المحدثين مثل جمال الدين القاسمي، يقولون بلى هو يتحدث وينكر الحق الإلهي للملوك القرآن عندما يتحدث عن الطواغيت، الطاغوت هو بمثابة الشيطان، الشيطان لا يدعي حقا إلهيا، هو يوسوس ويتسلل، وبينما الطاغوت هو الإنسان الذي يحاول أن يتسم ببعض صفات الله، ولذلك وسم بذلك فرعون وما شابه.
وتعد الحاكمية من الأفكار المركزية لدى هذه الجماعات والتنظيمات التي تحول الإسلام من عقيدة دينية إلى أيديولوجيا، سواء أظهروها أم أبطنوها، وتعني أن تكون السلطة السياسية ذات طابع إلهي، حيث يربط منظرو السلفية الجهادية مفهوم الحاكمية بالتوحيد والعقيدة الإسلامية انطلاقاً من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، ويعني إيمان المسلم بتفرد الله في استحقاق العبادة دون غيره، وتوحيد الربوبية، ويعني إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، وتوحيد الأسماء والصفات، ويعني إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والإيمان بها، وفي هذا انحراف بقضية التوحيد على جلالها لتصير مجرد خادم لمشروع سياسي. بيزعلوا منكم لما بتهدفوا إسلامية وتتحدثوا عن الإسلام. هل فكرة الحاكمية بعيدة عن أفكار الإخوان أم متوارية في خطابهم لكنها موجودة؟ كل الخطابات التي تنتج عن الإسلام السياسي قائمة على منطق واحد، إنه المقدس يمكن أن يهبط إلى الأرض وأن يحكم عالمنا باعتباره عالما مدنسا وأن يبقى في ذات الوقت مقدسا. الحاكمية تعني الإرهاب، وهم مغلف بغلاف ديني، ونقلها المدعو السيد قطب من الداعية الهندي، أو ممن أنا شخصياً أطلق عليه الإرهابي الهندي أبو الأعلى المودودي. الإسلام التقليدي الذي يتبع جميع المسلمين يعترف بأن أركان الإسلام خمسة، ليس منها حكم وليس منها سلطة. فكرة الحاكمية بارزة وحاضرة منذ البداية في أفكار حسن البنا وفي أدبيات حسن البنا، حيث كان يوصي أتباعه بأن يتخلصوا من الولاء لأي فكرة سوى فكرة الإخوان. وفي مرحلة تاريخية تحديداً مع رسالة المؤتمر الخامس في العام 1938، منع أن يرتبط أي عضو من أعضاء الجماعة بأي حزب سياسي أو حركة اجتماعية أو حركة سياسية أخرى، وبدأ أن الحدية المسيطرة على أفكار الإخوان لها الكلمة العليا أيضاً في هذا الموقف. هي موجودة داخل أفكار الإخوان منذ حسن البنا، خاصة منذ سنة 1938 ورسالة المؤتمر الخامس التي بدأت تتحدث عن الإسلام كنظام شامل، ومن بينه مسألة إقامة الدولة الإسلامية. فنحن نتحدث على مستويين: مستوى المفاهيم الذي خرجت فيه الحاكمية كأساس، وأيضا مستوى التطور التاريخي الذي جعلهم بعد سقوط الخلافة يعتقدون أن الخلافة هي منجز ديني وليست منجز مدني تاريخي تطور مع المسلمين عبر تاريخهم، فيعتقدون أن هذه الخلافة هي نموذج منتهي، نموذج حدث في الماضي وبالتالي يجب الرجوع إليه. محمد مرسي خط أحمر، بمعنى لا يرش بالمية هرش بالدم. كل هذه الفكرة هي أصل كل الجماعات الإسلامية وأصل كل الإسلام السياسي، ولكنها تزداد عنفا من لحظة التدشين في 28 لما تأسست جماعة الإخوان وحتى داعش، هي بتزداد عنفا بفعل احتكاكها بالواقع التاريخي المباشر. عندنا في الإخوان نوعين من الأدبيات، أدبيات تخص حسن البنا فيها إشارات كثيرة إلى الحاكمية، ولكن حسن البنا بطبعه كان دائما يميل إلى التورية والغموض، لكن أدبيات سيد قطب تؤدي في النهاية إلى ترسيخ مفاهيم الحاكمية. من هذا المنطلق جرى ربط فكرة الحاكمية بالتكفير على المستوى الاجتماعي والسياسي، وبالنقل ورفض العقل أو تكبيله بالأغلال على المستوى الفقهي، وشيوع التطرف والتعصب على المستوى الاجتماعي. ويفرط البعض في صفوف الجماعات المتطرفة والمتشددة في تصور الحاكمية إلى درجة أن يجعل من الله حاكماً للدولة، وجل سبحانه عن التجسيد والتحديد،
ورغم أنهم لا يقولون بالأمر على هذا النحو المباشر، فإن طرحهم يحمل هذا المعنى المنحرف عبر استبداله بالقول بضرورة تطبيق أحكام الله. وتتحول العملية في التنفيذ إلى ادعاء الجماعات بأنها هي الموكلة من قبل السماء بتحقيق هذا الهدف، فتحتكر تفسير النص القرآني وتأويله، وتأخذ من الأحاديث ما يتماشى مع هذه الرؤية ويكملها، وكذلك من أقوال وأفعال الرعيل الأول من المسلمين باعتبارهم الجيل الرباني بحسب تعبير سيد قطب، والجيل الفريد وفق تعبير أخيه محمد قطب، والسلف الصالح أو الصحابة بحسب تصور ما تسمى السلفية الجهادية التي لها نصيب وافر من المسلك النازع إلى السلطة ولو بسفك الدماء. ما هي أوجه الصلة بين الحاكمية والتكفير؟ الصلة قوية جدا ما بين الحاكمية والتكفير. هما وكهين لعملة واحدة وكأنها عملة النقود، يعني ده الملك وده الكتاب. فالحاكمية أعطت جماعة الإخوان نوع من النفوذ والقوة لتكفير المجتمعات. القول بالحاكمية يؤدي في النهاية إلى تحويل بعض أو كثير من الفروع إلى أصول، ويجعل المجتمعات التي تدين بالإسلام وتحتكم إلى منطق الحاكمية تتصرف بناء على قاعدة آثارها شديدة الخطورة، هي فكرة أن الصواب لا يتعدد وأنه يشبه الحق. الحق فقط هو الذي لا يتعدد، الحق واحد، أما الصواب فيمكن أن يتعدد ويمكن أن تتعايش صوابات متفاوتة جزئيا أو كليا في درجة اختلافها. طالما في حاكمية يفترض أنه من يرفض هذه الحاكمية أنه كافر ويرفض الألوهية ويرفض الإسلام، ومن ثم يستحق جهاده. الله في سورة البقرة يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. يبقى أنا لو بقاتل كمسلم صليبي نازل علشان يزيح رئيسي هتبقى دي حرب صليبية، وإحنا إن شاء الله هنكسبها بإذن الله. الحاكمية هي المدخل للتكفير. عندما يقول مجتمع بفكرة الحاكمية فإنه يجعل كل تفصيلة صغيرة في حياة المجتمع هي جزءا من تصور عقائدي وليست أمرا دنيويا قابلا للخلاف والاختلاف والاجتهاد، وأن يكون لكل فرد أو لكل جماعة الحق في أن تختلف قليلا أو كثيرا عن الآخرين. الحاكمية أنت بتتكلم أن التشريع حق لله، حق مطلق لله ومطلق فقط، هيقابله ان انت نحيت حاكمية الله الى حاكمية البشر، لان هو اعتبر السيد قطب ألوهية البشر، ان البشر معنى ان هم يصدروا قوانين او تشريعات فان هم خدوا حق الله سبحانه وتعالى. وكما فعل الخوارج القدامى انهم رفعوا في وجه علي بن ابي طالب رضي الله عنه شعار لا حكم الا لله، فقد كان ذلك مدخلا لتكفيره هو، لتكفير علي بن ابي طالب ثم لقتله. معنى ان انت بتقول ان انت بتنحي ألوهية الله إلى ألوهية البشر فهو يوازي بشكل مطلق أو تمامي التكفير. وتتحول هذه الحاكمية التي يسوقونها باعتبارها من عند الله، تتحول شيئا فشيئا إلى أداة في يد مجموعة بشرية تحقق بها مصالحها ومنافعها الدنيوية التي تمنحها فرصة واسعة للتحكم في إدارة الدولة وتنظيم المجتمع على النحو الذي يروق لها، ويصبح كل من ينازعها على الحكم أو يختلف معها في الرأي السياسي أو ينتقد طريقتها في الإدارة خارجاً عن الدين تستحل دمه. يبقى إن شاء الله 30/6 اللي حينزل ينازع رئيسنا ويقول لا احنا مش عايزين الرئيس بتاعنا كافر، يقتل يقتل.
ورغم أن مؤسس الإخوان حسن البنا لم يتحدث عن الحاكمية صراحة، فإن كثيراً من أفكاره حول التوحد بين الإسلام والسلطة كانت تدور حول هذا المعنى، إلى أن جاء سيد قطب فجعل منها شرطاً أساسياً للحكم: من لا يؤمن به يقع في الشرك، لأنه في نظره يجعل من غير الله حاكماً، إذ يقول في وصفه: له آلهة من دون الله لإسلام الإنسان فحسب، بل شرطاً لإنسانيته وكرامته وحريته الحقيقية الكاملة. وصعود فكرة سيد قطب هذه التي نقلها عن أبي الأعلى المودودي عن كون الألوهية سلطة سياسية أرضية دفع إلى ولادة أفكار الخروج عملياً، وحفزت شباباً على ترجمة هذه الفكرة إلى تنظيمات تحمل السلاح أو تمارس العنف المفرط في سبيل تحقيق هذا الهدف، فاستهدفت دولاً ومجتمعات وطوائف. نخرج فتسفك الدماء وتغتصب النساء وتسرق الأموال، وهذا إنذار للداخلية، هذا ما نملكه على مستوى جنوب القاهرة. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، الفاسقون، الكافرون. هل هذه الآيات تتحدث عن التقاضي أم تولي السلطة السياسية؟ لا يقصد بها المسائل المتعلقة بالسلطة السياسية إطلاقاً. ألم يخطر ببال أحد من الذين يتقاذفون بمسائل الكفر من المسلمين القدامى الاحتجاج بهذه الآيات؟ كانوا يتشاجرون مع الخوارج ومع المرجئة وبين المعتزلة والكرامية، كلهم كانوا يتقاتلون على مسألة الإيمان والكفر ومن يؤمن بالتنزيل ومن لا يؤمن بالتنزيل. ما خطر بأحد منهم الاحتجاج بهذه الآيات الثلاث، لأنها تتحدث عن أصل الدعوة، من آمن ومن لم يؤمن. التقاضي أي حكم الله الشرعي الذي لا علاقة له بمسألة السياسة، التي جذب التيار الديني المتطرف تلك الآيات ليخدم وجهة نظره التي تزعم أن قضية الحكم مقصود بها هنا السلطة السياسية المباشرة. الإيمان والكفر قضية لا تعرض على القاضي إلا عندما يعلن الإنسان صراحة بواحا أنه كافر، وهذا هو الملجأ الوحيد للوصول إلى هذا التفسير المتشدد الذي يقول به عدد من غلاة التشدد. فالمسألة من كافة الوجوه هي تحريف وتأويل مخطئ من جانب الجماعات الإسلامية الحديثة لتغيير مفاهيم أساسية في القرآن وفي السنة النبوية وفي ما تعرف عليه المسلمون، سنأتي على ذكرها. دائما ما تستدعى فكرة الحاكمية انطلاقا من الآية التي تقول إن الحكم إلا لله، قضية إن إفراد الله بالتشريع وبالتالي ليس من حق العباد أن يكون لهم مجالس تشريعية تشرع لهم ما يسهل حياتهم أو ما يجعل حياتهم قابلة للعيش. ونظراً لإيمانهم بالحاكمية، رفضت التنظيمات المتطرفة جميعاً الديمقراطية لأنها تعطي السيادة للشعب وتجعله مصدر السلطات، وهو ما يتنافى في نظرها في جعل الحكم لله. وقد أفرطت أدبيات هذه التنظيمات في رفض الديمقراطية إلى حد رمي شكوك عميقة على قيام بعضها بمجاراة الأوضاع في بلدان عربية شهدت انتفاضات وثورات عبر تشكيل أحزاب سياسية والدخول إلى الانتخابات. وقد لوحظ وقتها أن هذه التنظيمات تختزل الديمقراطية في جانب واحد من إجراءاتها، وهو صندوق الانتخابات، دون أدنى حد من الإيمان بالقيم التي تحكم الديمقراطية، ولا بالثقافة التي تفرضها، ولا السياق الذي تطلبه كي تكون حقيقية وليست شكلية.
يقول الدكتور جمال سند السويدي في كتاب السراب: الجماعات الدينية السياسية تعتمد تفسيراً ضيقاً للشرع استناداً إلى مفهوم الحاكمية، معتبرين أنفسهم وكلاءً لله في الأرض. والغاية الأساسية من التركيز على مفهوم الحاكمية هي نزع الشرعية عن أنظمة الحكم القائمة وإدخالها في حد الكفر. إن إحدى إشكاليات هذه الجماعات أنها تنصب نفسها وكيلاً للدين، فتحتكر الحديث باسمه، وكأنها شركة تتمتع بوكالة لاحتكار سلعة ما أو خدمة ما. يزعم هؤلاء أن آيات قرآنية مثل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي تتحدث في حقيقتها عن التقاضي، يزعمون أنه يقصد بها تسليم السلطة السياسية كاملة لله، وهو تجسيد تعالى الله عنه ومحض تلاعب لا ينطلي على الطفل، لأن هؤلاء في النهاية وباسم الله يريدون احتكار السلطة بدعوى أنهم وكلاء السماء في الأرض. We'll be right back.